لوكا، مرحبا بكم، مرحبا بالفاميليات، مرحبا بالببليك. هاد العشية حبيت نرحب بالعائلة اللي جات المرة وجانا بالبرنوس عبد الله للمرة الثانية، عائلة بوقبة. وجات تلعب ضد العائلة للمرة الأولى، عائلة ناصري. صح، في رأيكم جاو باش يربحوا القفة اللي فيها 100 مليون. حبيت نرحب اليوم بناس تاع فاميلتنا، بابا وماما فكران، وفاميلتنا كبيرة الله يبارك. كاينة وحدة اللي هي راس المحنة، المديرة سي عبد الرحمن. مرحبا بك المرة الثانية اللي جيتنا من بجاية. جيت من دا من الكوميندا مالو، مصدوق هكذاك. عاود قدم لنا العائلة وحنا هدر باش نبرموك. عبد الله مرحبا بك. اوه عماد، صافا عماد؟ صافا كليت شوية مخ. مرحبا بك عبد الوهاب كوزان. وي سيدي كوزان. اها، وسي حنفي راجل عمتي حنفي. هاي الله يبارك، ربحتوا 4 ملايين 420، ماشي بزاف بزاف بزاف، بصح راكم عاونوا على 100 مليون ان شاء الله. بصح حتى ناصري جاو يدوا 100 مليون مالا، الا ترقدوا ما تربحوش. مرحبا بك ليلى، واش راكي؟ الوغ جيتوا انتوما من ولايه ميلا. ميلا بصح منين ميلا؟ وين ميلا؟ وين نجا؟ واد نجا. رجاس. اه الله يبارك. وين جايه بالذات هذه واد؟ 20 كيلو على 20 كيلو. 20 كيلو على ولايه ميلا. دروات ولا شرق ولا فرجيوا. خلاص سي بو، هكذا كي تقولي فرجيوا روبير. قدم لنا العائله، شكون هذا؟ نور الدين. هذا زوجي مول الدار. مرحبا بك سي نور الدين. هذا رجل اختي. مرحبا بك سي بلقاسم. هذاك سي مون فيس وهذيك سي ما في. الله يبارك الله يبارك. والله غير تقول شي قد تقول شي خاوه، والله صح ولا لا؟ ولا راني نكذب مانيش فادي. الله يبارك. وخلود راكم معاونين تربحوا 100 مليون ان شاء الله. هيا جبتينا حاجه من لازم سي نور الحلوه. يلا غريبيه. لا لا، طمينة الغرس. انا طمينة الغرس تاعنا تاع ولايه ميلا. الله يبارك. طمينة دارتها اختي، دارتها اختي حنان. حنان ميرسي حنان، ميرسي يعطيك الصحة. هادي قليلة قليلة. شوي با ولا غير شوي با؟ ما غير شوي با هذه القليلة. يعطيك الصحة، تخي جولي، يعطيك الصحة. هادي مكسرها على راس المديرة هنا قباحت. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. والله غير فغيمون شوي با. واش نخبيها نحطها هنايا هكذا تقعد تبرق وتغزلها تبرق. ليلى كي واجدة. عبد الرحمن المرحلة الأولى. نعطيك حبة. الله ما طيح لك. ليلى مرحبا بك. انت قاعدة في الدار بصح قاعدة ما ديريش غير الشغل. ليلى تحب تكتب الشعر بالفرنسيسة وبالعربية و يجوها سيادات تحب تكتب. سمعينا في حاجة ليلى. أنا نحب هذا. حاجة هكذا. ما هكي كاتبة حاجة. هيا اجبدينا ما كيش حافظة. مانيش حافظة، ما نحفظش أنا، نكتب. ما تحفظيش معليش. هيا قراي. العصفور. ها هو ذا الخريف، كل الطيور في رحيل، وجه شاحب أصفر، صوت الرياح كالعويل، كل يبحث كل يهاجر، شتاء قاس طويل، أين أفر وأين أحط، كل الأغصان تميل، طارت أمي ونست بأن جناحي مكسور، نست بأني صغير لست كباقي الطيور، لا أعرف كيف أقاوم، غربان من حولي تحوم، طريقي صعب وعر، وبحر هائج مجنون، عودي أمي قبل أن يأتي الظلام، عودي أمي فأنا وحيد خائف منهار، غردت عصفورة في سكون، عدت صغيري فلمن سواك أكون. قلبها معمر. عبد الرحمن انت واش تكتب الشعر نتايا؟ ما نكتبش. انت تحلو البحر. واش دير يا عبد الرحمن؟ عاود تفكرنا. اونسينيون دي لونغ فرونسيز. انت استاذ في اللغه الفرنسيه في المتوسط. نعم. غير متزوج قريب. ان شاء الله. واش دور احكم؟ اذكر مكان يبدا بكلمه عين. عين تيموشنت. 100 من الناس في قسنطينة بس العاصمة. واش عنابة؟
عنابة. عين 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 تفضل عين عين ماشي عين تيموشن نور الدين بالك تهضر يا نور الدين النبا لا يا حي عين بالك تهضر بالقاسم عين صفراء عين صفراء الحمد لله يا ربي ان شاء الله قالوها 100 من الناس عين صفراء ما قالوش بصح عندك الحق تشاوروا عائله بوكوبا عين دفله ها عين دفله عين دفله 100 من الناس قالوا عين دفله عين دفله هاكم خلود خلود ادو كلمه كان يبدا بكلمه عين 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 تيموشنت عين دفله قلت عين صفراء ما قالوهاش بصح عندك الحق حنافي عين طايه عين طايه عين مكان تكزيستي هكا ايمن عين صالح عين صالح عين روى عين روى عين صالح متفق مع ايمن اتفق تسمى تهضر غير معاه عجبني هذا ميا واش تقول عين صالح عين صالح عين صالح قالوها ميا من الناس عين تيموشنت عين دفله عين صالح لا عندك الحق ماهيش مذكوره في السبعه بالك مذكوره الاخرين نسلموا على ناس عين صالح عين ترك 100 من الناس في وهران عين الفواره عين نعجه بالعاصمه عين وساره وعين بنيان شو كي تخمو هكذايا 100 من الناس في قسنطينه في بسكره في وهران في العاصمه تلقاوها باللي باينه هكذا معليش سينور دينك واجد عين حل عينك مع عبد الله هوجا يطير المرحلة الثانية مرحبا بك الله يبارك فيك سي نور الدين انت يا واش تخدم؟ موظف في قطاع الغابات في قطاع فارسي واش عندكم نوع اشجار في البلوط الزان بلوط الفليني اه الزان وحنا شويه صنوبر عندكم شويه عندنا ايه صنوبر صنوبر عبد الله انت يا عاود تفكرنا واش تخدم اقامه جامعيه في اقامه جامعيه وتحب الصياده تحب البحر موت ما تعومش تعوم ولا ما نعومش اه ما تعومش اه ما تخاف تعوم ولا ما تعومش كاع البطل تعوم سي نور الدين نعوم وجد روحك واش حبيت واش وشك لابسه برت والله والله راك طوب اتحطى متزوج؟ مين متزوج؟ اكتمعني هكذا كاني خول حبيت نفهم واش دور حكم سي نور الدين عبد الله كيفاش نسمي المال بكلمه واحده اخرى؟ الفلوس فلوس فلوس الفلوس المال قالوها 100 من الناس ولا ما قالوا؟ ما قالوش الفلوس اه دراهم دراهم الدراهم الدراهم طوب إجابة نور الدين تفضل حل عينه بالطبع بالقاسم اذكر كلمة تقدر تبدلها بكلمة مال مكتوب 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 المال مال 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 نقود نقود دراهم النقود أكم له خلود صرف صرف قالوها 100 من الناس ولا ما قالوهاش الصرف الصرف صافا ليلى كيفاش نسمي المال بكلمه واحده اخرى ذخيره 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 واش كيت زعما 100 من الناس خمولها رحتي بعيد بعيد تشاوروا عائله بوقبة نور الدين مال دراهم نقود صرف ولا اي 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 دراهم دراهم كيفاش يقولوا لهم كاين المال دراهم نقود دينار الخير ما على باليش الخير مانتا شي شي الخير الخير شوف فيها عندك مكتوبه هنا يا عبد الرحمن واش تقول الخير الخير شكون هو يقول شي 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 انت الخير قلت الخير 100 من الناس قالوا الخير لا 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 المال دراهم نقود اللي قال فلوس سوارد توما كان صحاب الشرق تقولوا سوارد ها
تيكي تيكي صحاب العاصمة هادوما البقشيش ولا دينار شكون كان ايه كقلت له كقال واش ما سمعتش سي حنان كان يهضر وحده حي عليك كان يهضر وحده هذا خالك هكذا شفت ما سمعتوش ما سمعتوش اي ما 99 مازال ما بديتوش المرحلة الثالثة مع عماد وبالقاسم مرحبا بك عماد بالقاسم الوغ بالقاسم انت يا ريتريتي في العسكر ريتريتي واش راك دير دوكا بانتر بانتر عماد واش دير انت بروف تاع الرياضة طالب ها طالب مازال راك حاب تولي استاذ ماستر ماستر شحال في عمرك عماد 24 الله يبارك شحال عندك امي فيسبوك فيسبوك شوية وشو شوية ما كونيكتيش ما تكونيكتيش كونيكتي بالقاسم هاوي كونيكتي ها ما تكونيكتيش كاع ديكونيكتي على بالي بلي ديكونيكتي من مقبيله تاني شفتك سي بالقاسم حي ما تمجد روح اجابات مضروبين في زوج واش يشري واحد راه رايح عطله فاكونس كابا على بالك المره اللي فاتت هاك كابا قالوا عم يا مناس تفضل فاليزة قبلتك الفاليزة قالت لك فاليزة ولا كابا مقبولة فادي هاك راح فاكونس واش شري قش كسوة قش كسوة شري قش كسوة قالوا عم يا مناس ولا ما قالش ملابس تقدوا تربحوا إجابة مضوية في زوج خلود صباط لازم لي صباط باش نروح فواياج نون فاكونس اها ما يحبوش يبدلوا صبابط دي سوفونير سوفونير ندي دي سوفونير واش شي واحد راح فاكونس سوفونير فاكونس عطله تما يروحوا العطله تشاوروا عائله بوقبه نوردي عطيه درام يدي الدراهم عاودي ولاو الدراهم واش يشري واحد راح رايح فاكونس لبسه اي حنفي واش يشري واحد او رايح فاكونس لي كادو سمعتوا واش قال عبد الوهاب شري لهم حلوه حلوه عماد صباط بون انتوما ما كنتوش هنايا كي كنت ما عندهم هذا وين جيت ايما صباط عبد الله ما هو ما ام كتف واش يشري واحد رايح فاكونس واش يشري ولا واش يدي انا كنت هنا يشري جيت هنا قلت تبدلت ولات يدي واش يشري دي كادو لا 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 حوايج مرحبا انا قلت لها اعطينا اشاره مدير اعطيها لي اعطيها حب هذا واش قلت لها هي تحب ميا من الناس باراسول فاكون انا رايح فاكون ما فهمتش انا كنت هنا عاودت وليت بدلتو لا كيستيون ما سمعتونيش عبد الرحمن ماك اك غايس وزادو قالوا قبعه شابو راني راح فاكونس دي شابو دي كاسكيط عندي الماكله واش نزيد ندي كرسي فاكونس كرسي تاع البحر اه انا معاميه من الناس عبد الوهاب اروح سلكم فادي المرحله الاخيره واش راك فادي لاباس واش تخدم كونديكتور دونجا شحال من طون؟ زونجا كلشي بولي فالو يا بولي فالو تسمى قد ما يكون لونجا كبير نورمال عادي يا خويا مليح وانت واش دير عبد الواحد؟ عاود فكرنا تخدم في سوبيرات تخدم في سوبيرات صافا؟ صافا وتحب الطبيعة ودير هذيك خطرنا درت لنا طفل صغير واش راك حدير لنا في التياتر؟ واش تلعب انت؟ ندير لك دور الأب دير لنا دور الأب يا ولد أرواح لهنا أرواح يا قدني أرواح أرواح اروح لهنا قلت لك انا قلت لك ارواح ودوك تجيكم بالسؤال الاخير والاجابات مضروبين في ثلاثه شفت شحال مسموم انا واش دور حكم واش هما الاطباق اللي ناكلوهم بيان سور اللي نخبيها ولا نخبيوهم في المجمد كونجيلاتور حاجة طيبة بالفرماج
حاجة؟ فرماج حاجة طيبة بالفرماج حاجة. لا لحم لحم واش هما الأطباق؟ لا خلود واش هما الأطباق اللي نخبيوها في الكونجيلاتر مجب. جلبانة جلبانة الجلبانة 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 تفضلي أطباق واش هما الأطباق اللي نخبيوها في المجمد كونجيلاتر ظلمة ظلمة قاعدة الظلمة والله غير نعاود نحطها في الكونجيلاتر تتقرسل نور الدين شربة شوربة شوربة قاعدة تخليها في الكونجيلاتر مين من الناس قالوا الشوربة في قسنطينة بسكة الحساء مقبولة مقبولة مياوت شوربة جاري سوبا بويون حريرة بالقاسم واش هما الأطباق أو يضحك اللي نخبيها في الكونجيلاتور طعام الله خير قعد شوية وعلى نرميه خبيه ونعود نجبده قالوا أمي الناس آي 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 أنا نخبي طعام والله شاروا عائلة بقبة حل انت يا هذاك البرنوس حمص حمص حميصة وين حميصة بصح طبق 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 أو طيب لا طيب كما قلت هي الظلمة طبق ان شاء الله برك فهمتوا ولا جاكم السؤال ولا بدلتوهش واش هو الطبق اللي نخبيه في الكونجيلاتور العدس السلق لوبيا لوبيا السلق 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 فهمتوا على السلق فورون ايه فور مين من الناس واش هو الطبق اللي نخبيه في الكونجيلاتور السوبا الجلبانة أنا ما فهمتش وين رحتوا لا السلق وين رحتوا تجيبوه يا السلق عباك يديروا كونجيلاتور يكحال هو ديجا يكحال كيطيب مين من الناس البيتزا البوزلوف والعدس كانت عندك وعاش ما خديش براي ما سمع ما تسعفش ما والله ما تعب الله ما تعب سبقوا علي سبقوا علي كريس لا كريس لا 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 راك تضحك راك تضحك مسك السيد مسمي ما يعيط العدس قالك لا لا هذا واش يكون لك حنفي اجل عمتي اجل عمتك هكذاك والله ما بون عاود الدور 4 ملايين 4 ملايين شحال ديتو و 420 الف عبد الرحمن نشكرك يعطيكم الصحه عبد الله الله يزوجك ما تقلع ليش دراعي عماد كل المخ عبد الوهاب يعطيك الصحه وحنفي عيط عليهم اما عائله تصيم مبروك عليكم دوك تلعبوا معنا مور لا بيب مبروك على عائله تصيم 289 نقطه بضبي في ميزو يجوز 98 الف بصح جيتو باش تربحوا 100 مليون احنا نطلبوا منكم طوب اجابات قد ما جبتوا طوب اجابات قد ما تلحقوا ال 200 نقطه قد ما تجيبوا اكثر هكذا 100 مليون مع طوب اجابه واحده 10 ملايين زوج اربعه خمسه مهديين من طرف لكوش بيمبيز وسيفيتال تشينا شكون راح يتفضل معنا فهمتوا ليلى وفادي مدام جي لهنا تفضلي مدام فادي روح يلبسوا لك هنا تفضلي فوالا عندك 20 ثانية خمس أسئلة إلا حصلتي في وحدة قولي لي نجوز جو باس باش ما نضيعوش الوقت الوقت بين يديك بربح مدام طب اذكر ممثلة جزائرية لعبت في المسلسلات بيونا واش يتعلم الطفل في التحضيري الكتابة واش اللي يتشارجا بورتابل واش هو الطبق التقليدي اللي تطلبه في الريستوران في المطعم كسكس واش نقدر نشري عن مول الخردة؟ أتات المنزل تخبي يعطيك صحة ليلى تفضلي يا درا اذكر ممثلة جزائرية لعبت في المسلسلات قلت لنا بيونا هكذا كاين بيونا 100 من الناس ذكروا بيونا 17% ذكروا بيونا واش يتعلم الطفل في التحضيري؟ الكتابة طب إجابة 10 ملايين إلى الحق ذا الميتين لازم سي نوردين لحقوا الميتين
واش اللي تشارجا؟ قلتي تليفون بورتاب 29%، ماشي طوب إجابة. وش هو الطبق التقليدي اللي تطلبه في الريستوران في المطعم؟ قلتي لي كوسكوس. كوسكوس طوب إجابة. 20 مليون يا حقدوت. إلى يعميها فادي. واش نقدر نشري عن مول الخردة؟ حنا نقولوا له هنا في العاصمة الخرداجي. بروكونت. طوب إجابة. 30 مليون يا فادي يا فادي فادي. حيلك تعميها يا فادي. تفادى الخطأ. أروح منا أروح خويا. بالك تغلط، ما راكمش بعيد ان شاء الله. 25 ثانيه، خمس اسئله. الا حصلت في وحده ولا مديت نفس الاجابه اللي تفضلت بها مدام، اشاره تسمع هذه الاشاره، اعطيني اجابه واحده اخرى هكذا. 25 ثانيه رام بين يديك. بالك ما راكمش بعيد بالرباح ان شاء الله. هاك واجد؟ وي. طب اذكر ممثلة جزائرية لعبت في المسلسلات. في اللعبة بصح. واش يتعلم الطفل في التحضيري؟ أسمعت. واش يتعلم؟ واش اللي يتشارجا؟ باتري. واش هو الطبق التقليدي اللي تطلبه في الريستو؟ طعام. شخشوخة. واش نقدر نشري عن مول الخردة؟ سناسل ولا حوايج. واش يتعلم الطفل في التحضيري؟ عاود. واش يتعلم الطفل في التحضيري؟ التحضيري قراية الحروف. واش قلت لي؟ واش قلت لي؟ أذكر ممثلة جزائرية لعبت في المسلسلات في اللعبة بصح، مغنية مشهورة بصح، في رأيي ما لعبت في حتى مسلسل. لا لا. طب إجابة بالك كانت عندك. باهية راشدي. فوالا باهية راشدي هي طب إجابة. شي شعرة هذه غفالة. واش واش يتعلم الطفل في التحضيري؟ الحروف القرايه. هي قالت الكتابه، هي الطب اجابه كتابه. شوف ما تكونش بعاد. القراءه والحروف 185. واش نقدر نشري عن مول خرده؟ سناسل ولا ما بيش مش سناسل. سناسل. يا ميا من ساطول شويه لهذوك. واش اللي تشارجا؟ كاين تليفون واش كاين؟ باتري. بصح اللي تشارجا ماشي لاباتري، تشارجي التليفون، تشارجي اورديناتور البي سي. 192 ناقص. هيا بيبليك عاونوني. 192 ناقص 200 شحال؟ 8 8 نقاط. عندكم 30 مليون زايد هادو. واش هو الطبق التقليدي اللي تطلبوا في الريستورون؟ شوفوا كسكسو هو طوب اجابه بصح. بالك ميا من الناس في بسكرة في قسنطينة على بالك قالوا شخشوخة. يا ناس قسنطينة ميا في قسنطينة وفي بسكرة بالك قالوا شخشوخة. بالك بالك إلى شوية قالوا 8% في بسكرة ولا في قسنطينة. صيبو إن شاء الله. سينو تعاودي تكتبي الشعر على تشخشوخة. تشخشوخة تون. ميا من الناس مديرة. مينو 30 مليون 890 ألف. مبروك عليكم عائلة تصريم الميلا. اشطح الله يفرقنا بلا الدوب ونخلو سين النور دين يشطح. يا الله. أيوة أيوة مبروك عليك مبروك عليك يعطيك الصحة.